اهلا وسهلا بحضراتكم وتغطيه جديده من موقع صدى البلد الاخباري. كل اللي بيدور على الاسكان الاجتماعي والاسكان اللي بتقدمه الدوله والحكومه ممثله طبعا في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كل اللي بيدور على شقه يا ريت يركز معانا جدا في هذه التغطيه، لان عندنا تفاصيل مهمه جدا تخص إعلان جديد بتطرحه وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللي بيبدأ التقديم فيه من النهاردة واعتباراً لمدة شهر بالكامل. أول حاجة هو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح النهاردة زي ما بنقول لحضراتكم باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لسكن كل المصريين 3. طبعا ناس كتير بقى بتسأل ايه هي الشروط وايه هي التفاصيل وايه هي أنظمة السداد، كل ده هنقوله لحضراتكم، بس الأول خلينا نشرح نقطة مهمة. إعلان تكميلي يعني ايه ومين اللي ليه الحق انه يقدم فيه؟ أول حاجة، هذا الإعلان يخص بشكل أكبر اللي كانوا مقدمين في سكن لكل المصريين 3 أو الإعلان 16. طبعا حضراتكم عارفين طبعا الوزارة او صندوق الاسكان الاجتماعي لما بيطرح اعلان بيبقى ليه رقم، احنا دول اللي بنتكلم عنهم الاعلان 16 اللي هم سكن لكل المصريين 3، تمام؟ دول اللي كانوا خارج الاولوية. يعني ايه خارج الاولوية؟ خارج الاولوية ده اللي هو بيبقى فيه عدد معين من الوحدات خلال الإعلان، 100,000 وحدة مثلا، 200,000 أيا كان، تمام؟ بيتقدم عدد أكبر من هذا الرقم المطروح من الشقق السكنية، وبالتالي الحكومة مدام ينطبق عليه الشروط وما فيش أي مشاكل بتقبله، لكن بيكون زي ما بنقول كده إيه ويتنج ليست لحد ما نشوف العملية هتبقى عاملة إزاي، وهنبني طبعا وهنكمل وهنعمل اعلانات تكميلية. الاعلان التكميلي اللي احنا بنتكلم عنه ده يخص من كانوا خارج الاولوية، لان طبعا في اولويات في الاعلانات الخاصة بالاسكان الاجتماعي، اولويات بقى بتكون للاسر والمطلقات وللارامل، وبيبقى فيها عوامل لها علاقة بالسن ولها علاقة بحاجات كتير جدا، وبالتالي اللي خارج الاولوية ما بيطلعش بره، ما بيبقاش ليه شقة، لا بيبقى ليه شقة وليه كل حاجة وفلوسه محفوظة وكله تمام. فالإعلان التكميلي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده اللي بيطرحه صندوق الإسكان الاجتماعي ده لهؤلاء. الإعلان التكميلي كمان ممكن يقدم فيه طبعا ناس جديدة، لأنه ممكن يزيد حجم الشقق المطروحة، هو بيتم فيه بالمناسبة طرح 100,000 وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، وده طبعا للمواطنين اللي كانوا حاجزين زي ما بقول لحضراتكم في الطرح الأول للإعلان اللي هو كان الإعلان 16 أو سكن لكل المصريين 3، واللي طبعا كان منطبق عليهم الشروط ممن كانوا خارج الأولوية، طبعا بشرط إن هم ما يكونوش سحبوا مقدم جدية الحجز، وكمان ما يكونش سبق ليهم التخصيص لوحدة سكنية في هذا الإعلان. طيب الناس هتسأل طيب إيه الشروط؟ إحنا عايزين نقدم أو عايزين ندخل في إطار هذا الإعلان، إيه هي الشروط وإيه هي التفاصيل الخاصة بيه؟ خلينا نقولها لحضراتكم كده ونستعرضهم مع بعض. أول حاجة إن تكون حضرتك أو حضرتك ما استرددتوش مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي اللي هو حضرتك كنت مقدم فيه، اللي هو الإعلان طبعا مقصود بينا الإعلان 16 اللي هو سكن لكل المصريين 3. تاني حاجة، انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3 عليك، وده بيتهيألي بنسبة كبيرة يعني محقق في عدد كبير باللي هيبقوا محولين من الإعلان 16، وإنه يكون غير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصل المتقدم عليه. ده طبعا أكيد، لأن أنت لو تخصص لك في الإعلان نفسه مش من حقك أنك تقدم بقى في التكميلي، خلاص ما أنت خدت يعني، ده برضو أحد الشروط. نيجي بقى للشروط المهمة اللي الناس بقى عايزة تعرفها، اللي هي بقى فيها تمييز ما بين حد وحد. أول حاجة إن يعني، وطبعا هي من ضمن الشروط برضو،
في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة، الوحدات المتاحة اللي هي كام؟ اللي هي 100,000 وحدة سكنية الخاصة بهذا الإعلان، هتكون الأولوية لمين؟ هتكون الأولوية للمتزوج ويعول، شاملا طبعا بيبقى فيه أولوية للأرمل أو الأرملة واللي بيعول سواء كان مطلق أو مطلقة ويعول طبعا أطفال. والأولوية كمان هتكون للأصغر سنا. طيب في حال تساوي السن هتكون الأولوية للأسر الأكثر عددا، عدد أفراد أب وأم وأطفال عددهم أكبر. تاني حاجة للمتزوج، والأولوية هتكون للأصغر سنا. بالنسبة للأعزب ده هيجي في المرتبة الثالثة، والأولوية ما بين العزاب هتكون للأصغر سنا مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي. تمام، يعني كده فهمنا الموضوع. يعني ايه الكلمة الاخرانية دي او الجملة الاخرانية دي؟ الجملة الاخرانية دي ببساطة معناها ان لو الناس اللي متقدمة لهذا الاعلان، ما هو هو اعلان تكميلي لكن برضو في ناس جديدة ممكن تقدم فيه، وبالتالي ممكن يزيد العدد عن 100,000 وحدة اللي هي اصلا المستهدف من هذا الاعلان. هل الناس دي يعني خلاص ملهاش؟ لا، ممكن يتعمل لهم اعلان تكميلي اخر وهكذا. مفترض الناس اللي بتسأل عن امتى هيتم فتح باب التقديم في هذا الاعلان، هذا الاعلان هيتم فتح باب التقديم فيه طبعا زي ما بقول لحضراتكم من النهاردة 3 ديسمبر ولمدة شهر، طبعا لحد يوم 4 يناير 2024. وطبعا هيتم إتاحة كراسة الشروط، كراسة الشروط دي هيكون متضمن فيها كل الخطوات الخاصة بالتحويل، لأن طبعا الإعلان ده بالأساس زي ما قلنا في البداية بيخص الناس بتوع الإعلان 16 سكن لكل المصريين 3، وبالتالي في تحويل من إعلان لإعلان، والتحويل ده ليه خطوات هتكون موجودة في كراسة الشروط اللي هتكون موجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. عشان الناس برضو كان في ناس بتسأل يعني احنا اصلا كنا في اعلان ودفعنا كراسة الشروط هندفع كراسة الشروط تاني؟ لا، هذا الاعلان كراسة الشروط موجودة فيه بشكل الكتروني، ومفيش يعني مش هيبقى فيه يعني تفاصيل كتير تخص موضوع كراسة الشروط. وهذا الامر بيتضمن الاعلان التكميلي الحقيقة لسكن لكل المصريين 3 وحدات 90 متر مكونة من 3 غرف وصالة، وبتنقسم بقى الى حاجتين: وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، لأن دول طبعا اللي جايين من الإعلان الأصلي اللي هو الإعلان 16 متوفر ليهم إعلان، لأن كان الإعلان 16 كان إعلان من ضمن الإعلانات اللي كان فيها تسليم فوري وتسليم على سنة ونص وهكذا، ومتضمن فيها أيضا وحدات أخرى تكون جاهزة للتسليم خلال 36 شهر اللي هو نظام الثلاث سنين اللي كان موجود في اعلانات سابقه زي الاعلان ال 14 وغيره، وده هيكون بفايده 7.5% ثابته لمده 20 عام. طبعا تم مضاعفه مبلغ الدعم المقدم للمواطنين، ودي معلومه مهمه جدا ومبشره، لان كان في لغط كتير جدا عن ان هذا الاعلان طبعا سعر الوحده فيه زاد، لكن في بشرة كويسة في تفاصيل هذا الإعلان إنه تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60,000 جنيه كان أقصى دعم بيقدم للمواطن، بقى الدعم في هذا الإعلان يوصل ل 120,000 جنيه للوحدة اللي هي تسليم 36 شهر، يعني زيادة نسبة الدعم بشكل كبير جدا بنسبة 100% تقريبا، وده طبعا بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية طبعا العالمية اللي أثرت على الأسعار بصورة كبيرة وأدت إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل كبير جدا. طبعا في تكلفة بناء وتكاليف كتير جدا زادت طبعا خلال الفترة اللي فاتت.
خلينا بقى يعني ننتقل بحضراتكم كده واحدة واحدة. أول حاجة نمسك الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري واللي بينطبق عليهم الشروط الإعلان الأصلي، هيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% طبعا اللي كل اللي مقدمين فيه إعلانات الإسكان الاجتماعي عارفينها، اللي هي مبلغ بيخص الصيانة، وده حد أقصى يعني تقريبا 15% هيتم استكمالهم. تاني حاجة فيما يخص بقى الوحدات اللي هي تسليم 36 شهر أو 3 سنين زي ما بنقول، هيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6000 جنيه، وهيتم طبعا سداد المبلغ ده في أحد مكاتب البريد، عشان الناس بتسأل هندفع فين. اي مكتب بريد مميكن حضرتك او حضرتك ممكن ان انتوا يعني تدفعوا فيه هذا المبلغ، وده خلال فترة الاعلان. ويتم بقى سداد دفعات ربع سنوية، يعني طبعا كل 3 شهور، تبدأ من 3 اشهر بعد اغلاق الاعلان ولمدة 3 سنوات، اللي هو زي النظام العادي جدا جدا اللي هو كان موجود في الاعلانات اللي قبل كده، اللي هو دفعات ربع سنوية كل 3 شهور. لكن اللي هيفرق هنا هو قيمة الدفعة اللي زادت ووصلت إلى 6000 جنيه كل 3 شهور هتبقى. يعني كان قبل كده كان 2600 2700 حاجة زي كده، دلوقتي هتبقى 6000 جنيه كل 3 شهور، يعني 2000 جنيه تقريبا كل شهر. اما بالنسبة بقى للاماكن المتاحة، الناس اللي عايزة تعرف الاماكن المتاحة الوحدات الجاهزة للتسليم، فطبعا بيمكن المواطنين اللي هم خارج الاولوية في الاعلان ال 16 في الفيوم والفيوم الجديدة التحويل الى حولوا الى الفيوم هوارة المقطع ودمشقين، وفي الفيوم طمية ممكن ان هم يحولوا الى الفيوم هوارة المقطع ودمشقين وشدموه. اما في البحيرة ودمنهور ومطروح والعلمين التحويل هيكون الى البحيرة ووادي النطرون. في المنيا والمنيا الجديدة التحويل هيكون الى المنيا ومركز المنيا المطهرة. طيب الناس اللي كانت مقدمة على الاسماعيلية وموقع ابو خليفة، التحويل هيكون الى الاسماعيلية والتل الكبير والانطرة شرق. الناس اللي كانت مقدمة على قنا ابو تشت القارة، التحويل هيكون الى قنا قوس والوقف. دي كانت كل التفاصيل الخاصة بالاعلان التكميلي اللي بيبدأ من تقديم فيه من النهاردة والمدة شهر بالكامل. طبعا بالتوفيق لكل اللي هيقدم، سواء كانوا محولين من اعلان سابق او اسر جديدة هتقدم في هذا الاعلان. الحقيقة الدولة بتقدم مجهود كبير جدا من خلال يعني هذه المبادرة العظيمة اللي حولت الحقيقة يعني بشكل كبير جدا جودة السكن ونقلتها الى منطقة اخرى ومكانة اخرى ما كناش بنشوفها قبل كده. بنشوف النهاردة مش بس سكن او مباني، لا بنشوف كمان لاندسكيب واماكن خضراء وتوفير خدمات عشان الناس فعلا تقدر تنتقل الى هذه الاماكن ويعني ترتقي بجودة حياتها بشكل كبير. كل التوفيق لكل اللي هيقدم في هذا الاعلان، وشكرا لحضراتكم والى اللقاء.